انيس خلصت ايفالك؟ يلا اعطيني ايفالك حتى ندرب عليه. انا عندي افكار، عندي كميه افكار هائله بس ما بعرف. طيب انا هغني اغنيه، رح اعمل احلى ايفال. لازم اعمل احلى ايفال من كل الاوقات. خلاص ما فيش اي فرصه انك فاهم بكره الايفال يعني. اوكي يبقى انا هقول لك ايفالي. ماشي لحظه اعملي لحظه يفاتوا عوام وسنين ما زال ما نسيت الغالي كيفاش دار هو انساني. ما غلط؟ لا مش غلط. تقدر تجي بالاغنيه يعني لو اعمل انا لو تعملي بس انت حجر وغلق الكتاب رحل بعيد وخلاني من بعد ما افهم حوالي يفاتوا عوام وسنين مازال ما نسيت الغالي كيفاش دار هو انساني. بس انا مش هبتدي بيها عشان طبقه. ما ينفعش، ممكن غصب عني نزل طبقه. انا مبسوطه قوي. يلا اقول لك الايفال بتاعي. بص هدخل المكتب، انا حكيت لك انا الموضوع ده، هدخل مكتب واحط كرسي وهلبس شويه كاني سكرتيره يعني، هلبس لبس فورمال، بنطلون فورمال على شميز ومع كعب هيلز كده بسيطه، واحط موبايل على المكتب. اوكي وبعدين اعمل نفسي بمسك الموبايل كانك نسيه على المكتب، وبعدين ايه هقعد الف فيه واشوف مسج ضايقتني، فاقوم راميه الموبايل على المكتب، اقوم حاطاه مكانه، وهحط كراسي في الايفال من جوه، مثلا حوالي مثلا كرسيين او ثلاثه، ارتب عليهم احط عليهم ورق ورق ورق، فاهم كانه ورق يعني شغل. وبعدين ايه تقوم انت داخل، تقوم انت هو يعني لو انت رئيسي في الشغل ممكن تديني البدله احطها لك ولا اوفر؟ يعني لو انت رئيسي في الشغل وانا اوفر صح؟ لا مش كده. تقوم انت قاعد ومثلا وفكك زرار البدله وقاعد، واول ما تمسك تقوم ماسك تليفونك. لا مش اوفر، تنعمل صح؟ تنعمل انه عشان ابين انك تكون معلقه الجاكيت انت بتحطيها لي، انا بحط ايدي هون، بكمل احكي بالتليفون. ممكن انت اول ما تخش حتى ما تبصليش فاهم؟ او تبص تقول لي هاي ازيك يعني تبين ان انت ايه، عايزه ابين انه انت بتاع يعني بتعاكسني، بس نفس الوقت انت اوريدي بتحب بنات كتير وفاهم يعني تضحك عليا. اوكي تقول لي ازيك ومش عارفه ايه مثلا اول ما تخش مثلا انت معاك موبايل اوكي موبايل هيبقى على المكتب. اوكي تقوم انت اول ما تخش تقوم ماسك الموبايل على طول وتقوم عامل مكالمه، تقوم ماسك تقول لي هاي، تقوم ماسكني فاهم من يعني من ايدي كده اللي هو كده، وانت بتتكلم في الموبايل، وانا اقوم رايحه جايبه الورق اقوم اقعد اعمل كده اللي هو يعني لما انا شفت الموبايل بتاعك اقوم مجنيه على طول. بتحب عليا هو انت يعني، واقوم ايه حاطه لك الورق على المكتب قدامك وانت معاك الموبايل، هو انت يا اقعد بقى فاهم اعمل حركات وانت طول الوقت بتتكلم في الموبايل. وبعدين اقوم اقعد بقى اعمل لك كده اللي هو وانا بغني بص لي يعني، واقعد بقى ارقص مش عارفه ايه، فانت اقوم تبص لي اقوم انا موقفه رقص فاهم؟ واو بجد عجبك؟ حلو كتير حلو. اقوم انا موقفه رقص اول ما انت تبص لي وانا بقى عماله اجيب لك الورق واحطه قدامك. انا متخيل فيها يعني وانت بتتكلم في الموبايل بقى وبتحب في الموبايل تحط رجل على رجل وتضحك وترجع فاهم راسك لورا كانك مبسوط معاه بالمكالمه يعني. وبعد كده بالك لو جيت في بالك وانا فاهم يعني اتغنش يعني اتدلع وانا بغني. وبعدين الاقيك في الاخر مش عاجبك الحاجه هقوم رامي الورق في وشك واقوم ماشيه وسايباك. ايه رايك؟ حبيت بجد؟ كتير 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 واو بجد. عايزك تفكر ده فكره حلوه يا انيس. انيس ما عم لاقي فكره تمثل علي انا تمثلني انا. مدت لك عيني يا يلي يلي اخر شيء مش حلو. يلي يلي دك زمان عليا
مشيت معك بالنية مديت لك عيني يا اللي يا اللي داك سمعنا عليا مشيت معاك بالنية مديت لك عيني يا اللي يا اللي يا اللي يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل عوام وسنين. حلو؟ حلوة حلوة بجد قوي. مثل ما أحسن من أغنية الإبا اللي فاتت ولا؟ يعني قدرات صوت مساحات صوت. لا هو ده ستايل وده ستايل يعني ما ينفعش تقارن. ايه بس انا بالنسبه لي بتاعت الافيه اللي فاتت كانت قويه بشكل مخيف يعني. انا بالنسبه لي كانت احلى مره سمعتك فيها بجد. ما اعرفش بس هم برضو في الاخر قالوا لك ان يعني عايزين برضو حاجه مختلفه. بص يعني اسمع ما تشتتش نفسك فكر في حاجه يعني. انت الاغنيه دي انت بتحبها وبتغنيها حلو وغنيتها دلوقتي حلو. تخيل بقى تخيلها مع كليب بقى يعني تخيلها. أنا كان عندي فكرة إنه أنت أنا كنا جالسين هيك أنت هيك وأنا هيك وأنت مقابل الأساتذة وأنا بظهري الأساتذة. أوكي. وأنت وأنا بدي أغني بدي الموسيقى تبدي تعملي حركات أنت كأني أنا عم بحكي عليك ولما أبدأ أغني أنت تبدي تعملي ليبسينك. بعدين نوقف. حلوة الفكرة. ايه كثير. ما زال منسيت الغالي كيف اشتار هو انساني. ما بحط الكلمات نسيت الغالي كيف اشتار هو انساني. بعدين انت توقفي انت وبيجي شخص ثاني تتخانقي معه انت وانا ببرم بدور الاساتذه وبغني الاساتذه هيك بطلع فيهم وانتو انه انا هون انا هيك وانتو هون واقفين عم تتخانقوا وانا بغني الاساتذه. فاتوا مو سنين مازال نسيت الغالي كيف اشدار هو انسى. بعدين يروح هو وانت تبقاي تتذكري ذكرياته. فاتوا مو سنين مازال نسيت الغالي يكون في احساس. بس اقول لك على حاجه انت كده معتمد بشكل اكبر على اللي معاك فاهم بالتمثيل. عليك تبقى انت معتمد على نفسك ان انت يعني ليفل ده ليه عشان يبين احنا عاملين ازاي واحنا بنغني واحنا فاهم مش الاشخاص الثانيه. بس يمكن اشخاص ثانيه يكونوا مثله انت واقف اشخاص. تخيل لو اول كليب ليك فعلا اول كليب ليك هتبقى انت عايز تظهر نفسك. انا لو اول كليب ايه ما بين نفسي ابدا والله. انا ابدا ما وافقت كلوديا برشلونه افهمه ازاي ده يا جدعان.